سماح من رحيم لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي نستأنف مع الصفحة رقم 22. قبل هذا ننظر الفقرة الأولى من الصفحة رقم 21. طبعا كنا رأينا فيما سبق جوبسيرف ليماج ثم قلنا جو برون كونيسونس دو لا كونسين ثم قلنا اون ميدون دو ليماج اي دو لا سيتياسيون جو فورميل او موا 3 او 4 فراز بور بارلي ا ما كوزين دو نوتر ايكول اون ميدون دو ليماج مستعينا بالصورة اي دو لا سيتياسيون وبالوضعية جو فورميل او موا 3 فراز او موا 3 او 4 فراز انا اسيرو على الاقل 3 او 4 جمل pour parler à ma cousine de notre école. طبعا ناخذ هاد الجمله الاخيره pour parler à ma cousine de notre école للكلام لابنه عمي او ابنه عمتي de notre école عن مدرستي ساتكلم لها pour parler de mon école للكلام عن مدرستي مباشره الى الصفحه رقم 22 pour parler de mon école للكلام عن مدرستي او دو ليكول دو لا بيرسون كو جو بريزونت او عن المدرسه للشخص الذي انا اقدم اذا للكلام عن مدرستي انا او للكلام عن مدرسه شخص انا اقدمه لاشخاص اخرين ساقول لهم انا ادرس في مدرسه كذا وكذا بها اقسام كذا وكذا الى اخره أو أنا أتكلم عن مدرسة أخرى تعود لشخص أنا أقدمه لمجموعة أشخاص أقول لهم هذا فلان بسن كذا وكذا يدرس في مستوى كذا وكذا بمدرسة كذا وكذا ثم أتكلم عن هذه المدرسة إذن pour parler de mon école للكلام عن مدرستي أنا أو de l'école de la personne que je présente أو للكلام عن مدرسة شخص أنا أقدم هنا عندنا أو المقصود pour parler de l'école de la personne que je présente للكلام عن مدرسة شخص أنا أقدم إذا لتقديم هذه المدرسة je dis son nom أنا أقول اسمها et son emplacement ثم مكانها إذا سأقول ماذا mon école أو أقول son école s'appelle إذا أردت أن أتكلم عن مدرستي أنا سأقول mon école s'appelle مدرستي أنا تسمى mon école s'appelle مدرستي تسمى هي في الحقيقة مدرستي تنادى طبعا عندنا لو فيرب s'appeler يعني نودية أو appeler يعني نادى إذا أردت أن تقدم مدرستك ستقول mon école s'appelle école محمدية مثلا ليكول محمدية مدرسة المحمدية مثلا أو تقول سونيكول سابيل سونيكول سابيل مدرسته تسمى مدرسته أو مدرستها تسمى إذن سونيكول سابيل مدرسته تسمى أو مدرستها تسمى ثم تقول سونيكول سابيل إيكول المجموعة إيكول المجموعة مدرسة المجموعة مثلا ممكن أنك تقدم هذه المدرسة بطريقة أخرى تقول مثلا Je suis élève à l'école أنا تلميذ بمدرسة Je suis élève à l'école محمدية أنا تلميذ بمدرسة محمدية Qui se trouve التي توجد مثلا Qui se trouve مثلا Au centre de la ville Au centre de la ville التي توجد وسط المدينة Je suis élève à l'école qui se trouve au centre de la ville ou bien je suis élève à l'école qui se trouve en face de la gare. كما رأينا فيما سبق ممكن أنك تستعمل نفس المعطيات هنا أيضا. Je suis élève à l'école qui se trouve en face de la poste. أنا تلميذ بالمدرسة التي توجد قبالة المركز البريدي أو أقول إلى élève. إلى ألاف أليكول هو تلميذ في حالة إذا أردت الكلام عن مدرسة صديق لي مثلا سأقول إلى ألاف هو تلميذ أليكول بمدرسة إذن إلى ألاف أليكول محمدية هو تلميذ بمدرسة المحمدية
qui se trouve en face de la poste. التي توجد قبالة المركز البريدي أو أقول tout près du marché tout près du marché tout près du marché tout près de l'hôpital بالقرب من المستشفى qui se trouve en face de la poste en face de la gare il est élève à l'école ابن سينا il est élève à l'école ابن سينا هو تلميذ بمدرسة ابن سينا tout près du marché جد قريبة من السوق أو bien en face de أو أنها قبالة كذا en face du marché en face du marché en face du marché يعني أنها قبالة السوق أو bien en face de la mosquée يعني قبالة المسجد أو ممكن أنني أقول il est élève à l'école ابن سينا هو تلميذ بمدرسة ابن سينا qui se trouve التي توجد en face qui se trouve en face de la mosquée التي توجد قبالة المسجد إلى حدود الآن أنا فقط ذكرت اسم ومكان المؤسسة ثم je cite le nombre de classe le bureau du directeur je cite أنا أذكر le nombre des classes عدد الأقسام le bureau du directeur ثم مكتب المدير إذا الآن أنا سأدخل إلى المؤسسة الآن أنا سأعرف بالمؤسسة داخليا إذا أنا ذكرت فقط الاسم والمكان كأنني عرفت بها خارجيا الآن سأدخل إلى المؤسسة لأعرف بها داخليا إذا سأقول ماذا إذن كما قلنا je cite le nombre des classes أنا أذكر عدد الأقسام le bureau du directeur ثم مكتب المدير إذن ماذا سأقول سأقول c'est une école de 15 salles de classe c'est une école إنها مدرسة de 15 salles de classe إنها مدرسة بخمسة عشر قاعة للدرس بخمسة عشر قاعة للدرس إذن c'est une école de 15 salles de classe هي مدرسة إنها مدرسة de 15 salles de classe بخمسة عشر قاعة للدرس طبعا ممكن أنني أغير العدد de 10 salles de classe بعشرة قاعات للدرس de 20 salles de classe بعشرين قاعة للدرس de 30 salles دو كلاس بثلاثين قاعة للدرس دو 24 سال دو كلاس بأربعة وعشرين قاعة للدرس ممكن أنني أذكر ما أشاء من الأرقام ثم لو بيغو دو ديريكتور اي طالونتخي اي طالونتخي اي آلونتخي اي طالونتخي عندنا الطمعة تنديرو لليزون تنديرو كما نقول الوصل إذن لو بيغو لو بيغو دو ديريكتور إذن مكتب المدير اي طالونتخي هو في الدخول هو عند دخول المدرسة عند بابها المخصص للدخول إذن لو بيغو دو ديريكتور اي طالونتخي إذن لو بيغو دو ديريكتور اي طالونتخي إذن مكتب المدير اي طالونتخي هو عند الدخول المقصود عند باب دخولها تو بخي دي بورتاي عندنا بخي يعني قريب تو بخي يعني أنه كما نقول كل قريب ولكن المقصود أنه قريب جدا تو بخي طبعا تو يعني كل تو بخي كما نقول كل قريب ولكن المقصود كما نقول بكل قرب ولكن المقصود أنه قريب جدا دي بورتاي طبعا لا بورت هو الباب لا بورت الباب أما لو بورتاي الباب الكبير طبعا المدرسة عندها باب كبير ممكن يكون عندها باب صغير ولكن في الغالب عندها باب كبير إذا نتكلم عن لو بورتاي ليست المدرسة وحدها من عندها لو بورتاي مثلا المعمل عنده ان بورتاي عنده باب كبير إذا لا نقول لا بورت إذا نقول لو بورتاي إذا تو بخي دو بورتاي إذا نتكلم عن لو بيغو دو ديريكتور اي طالونتخي إذن مكتب المدير إيطالونتخي هو عند الدخول مقصود عند باب الدخول
المخصص للدخول تو بخي دي بورتاي، يعني أنه قريب جدا من باب الدخول الكبير. إذن pour parler de mon école ou de l'école de la personne que je présente, je dis son nom, c'est-à-dire je dis le nom de l'école. Et son emplacement, c'est-à-dire l'emplacement de l'école. Où se trouve-t-elle ? أين توجد ? إذن سأقول ماذا ? Mon école s'appelle l'école Mohammedia. Ou bien, je suis élève à l'école Mohammedia. Quand je parle de l'école de la personne que je présente, je dis, il est élève. Ahmed est un élève à l'école Al-Muhammadiyya. Ahmed huwa tilmid bi madrasat Al-Muhammadiyya, qui se trouve près de la mosquée, allati toujad bil qurb mina al-masjid, ou bien en face de la gare, ou anna qubalat al-mahatta. Généralement, pour parler d'une école, on dit son nom et son emplacement. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? Je cite. On cite le nombre des classes. On cite le nombre des classes. Après, on cite le bureau du directeur. Je dis, c'est une école de 18 salles de classe. Le bureau du directeur est à l'entrée. Le bureau du directeur est à l'entrée de l'école. Idem, مكتب المدير عند دخول المدرسة. Tout près du portail. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je parle des professeurs. Ensuite, je parle des professeurs. إذن فيما بعد سأتكلم عن الأساتذة. لأن الأساتذة ينتمون لهذه المؤسسة. إذن سأقول ماذا؟ Il y a 9 professeurs. Ou bien, il y a 20 professeurs. إذن هناك 9 أساتذة. أو هناك 20 أستاذة. Il y a 20 professeurs. Il y a 20 professeurs. هناك 20 أستاذا. مثلا 8 فام 8. إذن 8 فام 8 فام 8 نساء و 12 هم و 12 رجلا. Ils portent tous un tablier. Ils portent tous, يعني هم يحملون كلهم un tablier. يحملون وزرة. طبعا وزرة باللغة العربية كلمة مؤنثة. في اللغة الفرنسية نقول ان تابليي، طبعا كلمة مذكرة. عندنا هنا نقط، لماذا؟ لأذكر لون هاد الوزرات. إذا سأقول ماذا؟ il porte tous un tablier blanc, un tablier bleu. إذا هم يحملون كلهم وزرة بيضاء أو وزرة زرقاء. إذا في حالة المؤنث نقول blanche أو bleu. il porte tous un tablier blanc, يعني هم يحملون كلهم وزرة بيضاء. إذن أتكلم عن les professeurs. Je parle de la cour. ثم بعد سأتكلم عن الساحة. إذن تكلمت عن الأقسام، تكلمت عن الأساتذة، سأتكلم عن ساحة المدرسة. La cour de cette école est grande. ممكن أنني أقول la cour، ساحة. La cour de cette école، ساحة هذه المدرسة. أغراند، هي كبيرة، هي كبيرة، عندنا أتخنا، هي كبيرة. لا كور دو سيت إيكول أغراند. إذا ساحة هذه المدرسة كبيرة. أو أقول لا كور دو سيت إيكول أفاست، ساحة هذه المدرسة واسعة. لا كور دو سيت إيكول أفاست، ساحة هذه المدرسة واسعة. أو أقول إليا أن تيغان دو هوند et un terrain de foot. هناك ملعب لليد، المقصود لكرة اليد. et un terrain de foot هو ملعب للرجل، المقصود لكرة الرجل. طبعا كلمة هوند دو هاند طبعا باللغة الإنجليزية تعني اليد، دو فوت المقصود بها الرجل، هي كلمة إنجليزية تعني الرجل. هذه اختصار لكلمة أكبر. طبعا نتكلم عن هوند، المقصود هوند بول يعني كرة اليد. دو فوت المقصود دو فوت بول، دو فوت بول المقصود كرة الرجل. إذن إليا أن تيغا دو هوند إي أن تيغا دو فوت. إذن هناك ملعب لكرة اليد وملعب لكرة الرجل. ثم جارديناج، جارديناج كما نقول البستانة. إذا نتكلم عن أن جاردان
إذا نتكلم عن بستان. Autour de la cour. Autour de la cour. حول الساحة. Autour يعني حول. Autour de la cour. حول الساحة. Il y a des arbres. هناك أشجار. حول الساحة هناك أشجار. Autour de la cour. Il y a des arbres. حول الساحة هناك أشجار. Des fleurs. هناك أيضا زهور. Des espaces. Des espaces gazonnés. Des espaces gazonnés. إذا نتكلم عن مساحات فيها عشب. إذا نتكلم عن مساحات معشوشبة. لو غازون مقصود به هو عشب قصير لكنه كما نقول فيه بعض الصلابة. إذا نتكلم عن عشب قصير مستقيم وفي بعض الصلابة. إذا نتكلم عن لو غازون. هنا نتكلم عن ديز اسباس غازوني. ديز اسباس غازوني نتكلم عن مساحات معشوشبة. جارديناج طبعا فيما يخص البستنة. فيما يخص الأمور المتعلقة بالعشب والأشجار إلى آخره. إذا نتكلم عن أوتور دو لاكور حول الساحة. إليا دي زارب هناك أشجار. دي فلور هناك زهور. ديز اسباس غازوني ومساحات معشوشبة. ثم سانيتير. سانيتير. سانيتير في الأصل تأتي كأدجكتيف. تأتي كوصف. نقول عن شيء بأنه سانيتير المقصود بأنه صحي. إذا المقصود صحي. هنا نتكلم عن مرافق صحية. إذا نتكلم عن مرافق صحية. إذا نسميها سانيتير. إذا كما نتكلم عن اسم هنا. إذا نتكلم عن مرافق صحية. إذا أقول سانيتير. إذا فيما يخص المرافق الصحية أوفون يعني كما نقول في العمق أو في الوسط. إليا دي لافابو هناك مغسلات. لافابو إذا نتكلم عن المغسلة. إذا هنا نتكلم عن كلمة لافابو عندها أس. إذا نتكلم عن مغسلات. إليا دي لافابو هناك مغسلات. دي طواليت بروبر pour les filles et d'autres pour les garçons. Des toilettes propres. هناك مراحيض نقية pour les filles. للإشارة كلمة طوالت ممكن أن تعني مراحيض كما عندنا هنا. ممكن أنها تأتي مثلا مفردة فأقول il fait sa toilette. يعني هو يفعل تزيينا. المقصود أنه يمشط شعره يغسل وجهه يفعل كل ما له علاقة بالزينة. Elle fait sa toilette. هي تفعل زينتها. المقصود أن تقوم بالأمور المتعلقة بالزينة كأن تمشط شعرها وتغسل وجهها أو تقوم بكل ما له علاقة بالزينة. Elle fait sa toilette. Elle fait sa toilette. الذي عندنا هنا des toilettes propres. إذا نتكلم عن مراحيض نقية pour les filles للبنات et d'autres pour les garçons. وأخرى المقصود d'autres toilettes propres pour les garçons. المقصود هنا d'autres toilettes propres pour les garçons. هو مراحيض نقية أخرى للأطفال. إذا عندنا هنا d'autres pour les garçons وأخرى للأطفال. إذا نعيد pour parler de mon école. Pour parler de mon école للكلام عن مدرستي ou de l'école ou de l'école de la personne que je présente أو للكلام عن مدرسة شخص الذي أقدم. ماذا يعني هذا؟ إذن pour parler d'une école للكلام عن مدرسة سواء كانت مدرستي أو مدرسة شخص آخر. إذن سأقول ماذا؟ Je dis son nom et son emplacement. سأقول اسمها واسم مكانها. طبعا رأينا أمثلة. Je cite le nombre des classes, le bureau du directeur. أنا أذكر عدد الأقسام. أنا أذكر عدد حجرات الدرس. ثم أذكر مكتب المدير. طبعا رأينا أمثلة. Je parle des professeurs. أنا أتكلم عن الأساتذة. طبعا رأينا أمثلة. ثم je parle de la cour. أنا أتكلم عن الساحة. تقول عنها بأنها واسعة أو ضيقة. ممكن أنك تقول مثلا La cour de cette école est très large. أنها جد عريضة. Est très large. يعني أنها جد عريضة. Ou bien est rectangulaire. Rectangulaire. يعني أنها مستطيلة. ثم تذكر ماذا؟ Il y a un terrain
دوغوند اي ان تيغا دو فوت. اذا ستتكلم عن الملاعب، ثم جارديناج ستتكلم عن العشب والاشجار والازهار. اذا ستقول اوتور دو لا كور il y a des arbres, des fleurs, des espaces gazonnés. ثم تذكر المرافق الصحية sanitaire. إذا ستقول au fond يعني في العمق. au fond في العمق يعني المقصود في الداخل. إذا ستقول au fond يعني في العمق، المقصود في الداخل، في داخل المدرسة. il y a des lavabos, il y a des lavabos. هناك مغسلات، des toilettes propres. هناك مراحيض نقية pour les filles, les banat, et d'autres pour les garçons. Et d'autres pour les garçons. Et d'autres pour les garçons. وأخرى للأولاد. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.